تعتبر السيارة نيسان قشقاي 2022 إحدى أهم موديلات نيسان والتي أثبتت جدارة في أسواق السيارات بنسبة مبيعات تخطت 3 ملايين نسخة، وهو رقم جيد إلى حد كبير. وتخلت نيسان قشقاي عن محركات الديزل بالكامل مع توافرها بمحرك بنزين 1300 سي سي تيربو هايبرد مخفف بقوة 138 حصان وعزم دوران 240 نيوتن على متر، مع نسخة أخرى للمحرك بقوة 156 حصان وعزم 260 نيوتن على متر. والمحرك متصل بفتيس مانيوال 6 سرعات أو سي في تي وأنظمة دفع أمامي وكلي حسب الحاجة. وجاءت نيسان بأعلى جودة في المقصورة الداخلية بخامة جيدة ولوحة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة، كما جاءت بتصميم خارجي جديد أكثر حدة مع ازدياد حجمها مقارنة بالجيل الحالي. وحصلت على جنوط 20 إنش جديدة ومصابيح أمامية LED ماتريكس مع توافر 11 لونا خارجيا مختلف بهدف لفت الأنظار من فئة الشباب.